بالإنتاج والمنتجين. نسير مباشرة إلى الصدارة، إلى المركز الأول لنتابع المقدمة والانطلاق الأول. المركز الأول هنالك جبر لسيد سيف بن محمد بن طرشوم العامري، من يقدم لنا جبر الانطلاق الأول. نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني. ثاني التحديات رعد إسهيل بن أحمد الحوتة العامري، من يتواصل على ثاني التحديات. بينما المركز الثالث، ثالث المراكز زعفران محمد بن علي بن غصنة العامري، والمركز الرابع شاهين لسيد محمد بن سعيد المحسن الفلاحي، والمركز الخامس من الجانب الأيمن التواجد والانطلاق هنالك زعفران القادم مستحيل لسيد محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري، وصل شعاره على مستوى المركز الخامس. وسادس التحديات تهاني سالم بن مطر بن حاده الاكتبي، والمركز القادم هنالك جبر ام شاهين الصارم لسيد محمد بن عبيد بن سويد العامري، وصل في هذه اللحظات وتسلل إلى المركز الخامس. المركز السادس، نتابع سادس التحديات والانطلاقات، هنالك مياس أحمد بن سيف بن مسلم المزروع القادم مع هذا التحدي ومع هذا الانطلاق الجميل والمميز، هنالك شاهين محسن بن سعيد المحسن الفلاحي على المركز السابع. وثامن التحديات والانطلاقات، مياس أحمد بن سيف بن مسلم المزروعي. أعود بحضراتكم إلى المقدمة، إلى الانطلاق الأول وإلى التواجد إلى مقدمة الشوط، وهنالك جبر سيف بن محمد بن طرشوم العامري، من يقدم لنا جبر على المركز الأول. نتابع ثاني التحديات رعد، من تسلل إلى مقدمة هذا الشوط شعار بالحوتة سهيل بن أحمد الحوتة العامري، من يقدم لنا رعد على الانطلاق الأول. بدأ بالاندفاع على الصدارة وعلى المقدمة رعد، يقدم لنا رعد سهيل بن أحمد الحوتة العامري. بينما المركز الثاني جبر على ثاني التحديات سيف بن محمد بن طرشوم العامري. ننتقل مباشرة ونتابع ثالث التحديات، ليأتي زعفران محمد بن علي بن غصنة العامري، وصل على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الصارم لسيد محمد بن عبيد بن سويد العامري، وصل على المركز الرابع. وخامسا هنالك هملول محفوظ بن خميس الجنيبي، وصل الزعيم العيناوي. المركز السادس تهاني سالم بن مطر بن حاده الاكتبي، وسابعا شاهين للسيد القادم شاهين السيد محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي. والمركز الثامن من الجانب الايمن مياس لسيد احمد بن سيف بن مسلم المزروعي. والمركز التاسع وصل مستحيل محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري، وصل شعار بالسم على المركز التاسع. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة والمنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار في أشواط الانتاج والمنتجين. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى شعار بالحوتة، من يحمل الرقم واحد ويحتل المركز الأول. يتواجد شعار سهيل بن أحمد بالحوتة العامري على المقدمة على الصدارة على المركز الأول وفي القيادة والريادة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني نتابع ثاني التحديات، جبر لسيد سيف بن محمد بن طرشوم العامري مع انطلاق جبر على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وتقدم الزعفران محمد بن علي بن غصنة العامري على المركز الثالث. المركز الرابع وصول من قبل شعار هنالك الزعيم العيناوي محفوظ الخميس الجنيبي مع انطلاق هملول الواصل على رابع التحديات. والمركز الخامس هنالك شاهين محمد بن سعيد المحسن الفلاحي، من يقدم لنا
شاهين على المركز الخامس. المركز السادس تهاني سالم بن مطر بن حاذة عن اكتبي وصل الشاعر بدأ يتقدم مع انطلاقاته على المركز السادس. المركز السابع مياس رشيد أحمد بن سيف بن مسلم المزروعي. والمركز الثامن ضامن التحديات والانطلاقات شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي. المركز التاسع ختام هذه الجولة مستحيل السيد محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري وصل مستحيل بانطلاقه على المركز التاسع. هذه النتيجة وندائنا الثاني لهذا الشوط، ولكن عودتنا إلى الصدارة إلى المركز الأول وإلى مقدمة الشوط وإلى رعد سهيل بن أحمد بن حوته العامري من يحمل الرقم واحد ويسيطر على المركز الأول في قيادة هذا الشوط وفي تحدياته بهذا الأداء الجميل والمميز. هنا الزمول المحليات الأصايل والإنتاج الشخصي بالحوتة، هنا هجن الدار هجن الاستقرار السيطرة مع رعد. رعد لسيد سهيل بن أحمد الحوتة العامري من يقدم لنا رعد على انطلاقاته الأولى في تحديات هذا الشوط في انطلاقاته المميزة على الصدارة وعلى المقدمة متربعا على عرش المقدمة وعرش الصدارة. المركز الثاني زعفران محمد بن علي بن غصنة العامري من يأتي على مستوى المركز الثاني وثالث. المراكز هملول محفوظ بن خميس الجنيبي وصل على المركز الثالث. المركز الرابع مياس أحمد بن سيف بن مسلم المزروعي مع انطلاق مياس. المركز الخامس جبر السيد سيف بن محمد بن طرشوم العامري. والمركز السادس تهاني لسيد سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي. بينما المركز السابع يأتي هنالك الصارم محمد بن عبيد بن سويد العامري. والمركز الثامن ثامن التحديات والانطلاقات شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي. المركز التاسع يتواجد مستحيل محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري القادم على مستوى المركز التاسع. هذه نتيجتنا لهذه الأسماء المتقدمة في الشوط ما قبل الختام هذا الشوط الخاص بفئة الزمول المحليات الأصايل. وضمن أشواطنا الخاصة للإنتاج الشخصي المقدمة مع رعد لا زال هو المسيطر لا زال هو المتقدم. بعد أن وصلنا هنا إلى جسر العبور جسر التحديات جسر الانطلاق وأول العابرين رعد سهيل بن أحمد بن حوتة العامري من يقدم لنا رعد على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني زعفران سيد محمد بن علي بن غصنة العامري بدأ يحتل المركز الثاني القادم إلى مقدمة الشوط بكل قوة وبكل جدار. المركز الثالث ثالث التحديات جبر سيف بن محمد بن طرشوم العامري. والمركز الرابع يأتي شعار محفوظ بن خميس الجنيبي مع هملول من يحتل المركز الرابع. وخامس التحديات يتواجد على المركز الخامس مياس أحمد بن سيف بن مسلم المزروعي. وصل على المركز الخامس. والمركز السادس الصارم محمد بن عبيد بن سويد العامري. والمركز السابع شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي القادم هنالك والمنطلق مستحيل السيد محمد بن علي بن راشد السم المنصوري. هذه الأسماء متقاربة بعضها من البعض. التحديات تدور ما بين التسعة الشعارات المتواجدة التسعة الأسماء المتقدمة والمنطلقة، ولكن العودة إلى التغيرات التي طرت وجرت على المقدمة وعلى الصدارة. الزعيم العيناوي من غير الأمور من بدأ بالانطلاق على مقدمة هذا الشوط. هنالك التواجد أيضا مع رعد سهيل بن أحمد الحوتة العامري متواجدا في دائرة التحدي ودائرة المنافسة ودائرة الصراع لأجل ذلك الناموس. المركز الثالث زعفران محمد بن علي بن غصنة العامري من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي. ولكن المقدمة
المقدمة والصدارة، واثنين كيلو متر ما يفصلنا عن خط النهاية، ما يفصلنا عن الناموس، ما يفصلنا عن الفوز والانتصار. رعد سهيل بن أحمد بن حوتة العامري مع انطلاق رعد، وهنالك أيضا شعار الزعيم محفوظ الخميس الجنيبي مع انطلاق هملول. هملول على ثاني التحديات تسلل إلى مقدمة الشوط، عاد إلى موقعه المعتاد المركز الثاني. يا سلام الوصول مع شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي على المركز الثاني، والمركز الثالث رعد سهيل بن أحمد بن حوتة العامري. المركز الرابع يأتي زعفران محمد بن علي بن غصرة العامري، والمركز الخامس الصارم محمد بن عبيد بن سويد العامري، والمركز السادس مياس لسيد أحمد بن سيف بن مسلم المزروع القادم على سادس التحديات. كيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن الناموس، بدأ الانطلاق، بدأت التحديات، بدأت الخشخشة على قولة العمدة، بدأت هنا الأوامر الطفيفة، الأوامر الصوتية بدأت تصدر على هذه الزمول المحليات الأصايل. يا سلام رعد على المقدمة، رعد على الانطلاق الأول، رعد على الاندفاع الأول، بينما المركز الثاني حذاري من شعار الزعيم يقدم لنا هملول محفوظ بن خميس الجنيبي. غير الأمور، انطلق إلى المركز الأول والعصافي الطام بدون أي أوامر. مع اقترابنا إلى الكيلومتر الأخير دخلنا أجواءه، دخلنا تحدياته، لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. يا سلام بدأت هنا الانطلاقات، الله من الجانب الأيمن. يا سلام هملول، هملول، ولكن هنالك زعفران محمد بن علي بن غصرة العامري، ولكن هملول، هملول محفوظ الخميس الجنيبي، وثالثا شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي، والمركز الرابع مستحيل سيد محمد بن علي بن راشد بالسم المنصوري. أعود إلى مقدمة الشو، أعود إلى الزعيم العيناوي. يا سلام محفوظ بن خميس الجنيبي مع انطلاقه، هملول، هملول على القيادة، هملول على الريادة، ولكن الوصول هنا من شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي. انطلق إلى المركز الأول شعار بن محسن مع شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي. يا سلام أشواط الخاصة بالإنتاج الشخصي وجولة الأوامر، جولة التحديات، 300 متر الأخيرة والخطيرة، ولكن هملول عصاف البطال محفوظ الخميس الجنيبي لم يصدر الأوامر على المركز الثاني، صدرت الأوامر الآن، بدأ الانطلاق. الله الأمتار الأخيرة فعلها الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي. تهانينا والناموس على فوز هملول بالمركز الأول، تهانينا والناموس للزعيم العيناوي محفوظ الخميس الجنيبي. المركز الثاني شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي، المركز الثالث زعفران محمد بن علي بن غصنة العامري، المركز الرابع جبر سيف بن محمد بن طرشوم العامري، المركز الخامس رعد سهيل بن أحمد بن حوتة العامري. كذا مشاهدين ومتابعين الكرام انتهت مباريات وتحديات هذا الشوط. التوقيت الزمني لحظات وصول هملول إلى خط النهاية محفوظ بالخميس الجنيبي، التوقيت الزمني. مشكور يا فايل العويسي على هذا الأداء الجميل. التوقيت الزمني 13 دقيقة 52 ثانية 7 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس المركز الثاني وصل على ثاني التحديات شاهين محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي. التوقيت الزمني 13 دقيقة 54 ثانية 4 أجزاء من الثانية. المركز الثالث زعفران السيد محمد بن علي بن قصرة العامري، 13 دقيقة 55 ثانية وجزءا واحدا من الثاني. تهانينا والناموس. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية، من تتابعون هذه الانطلاقات من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين لهذا السن، سن الكبار لأبناء القبائل. وكما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية